الحياه مستقره وهادئه الا بعد ما ظهر الشيخ بهذاك البيان، وخلاص صارت الامور راسا على عقب يعني. وهذه المصريه المجرمه سوزان فاروق حسبي الله ونعم الوكيل فيها، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. وانا جالسه في غرفتي طق بابي يعني طرق بابي وفتحت الباب، وانا كنت عاوزه اصلي حتى علي صلاه العشاء، وفتحت الباب ولقيت هذه المصريه المجرمه بتقول لي في اسم شنو ده، في امانه من عند الشيخ. انا طبعا استغربت من الاول، بقول لها الشيخ هو فين يعني؟ بتقول لي تعالي في امانه، وبتسحبني من الاول اطلع من غرفتي بالليل يعني الكل نايم يعني ما في حدا ذاته في البيت حس بيا. وشويه ما احس الا تدخل سيارات، ثلاثة سيارات ورجال تدلوا من السيارات، وهذول الرجال مبين عليهم هم قطريين، وينزل مسرعين من السيارة وبوقف السيارة بقول لي اركبي اركبي، بقول لا فين اركب يعني، بقول لي اركبي في السيارة، اقول لا انا ما حاركب انت وريني فين ماخذني انت، بقول لي لا تركبي. وانا اصرت من الاول طبعا خفت كثير يعني الطريقة والارهاب وهيك، وواحد قلع العقال بتاعه وضربني. وفي هذه اللحظة بجد يعني أنا خفت، وبقول لي تركبي معانا وانت عارفة ايش سويت، بقول لي أنا ما سويت شيء والله العظيم ما سويت شيء، لو كانت جريمتي إنه الشيخ سلطان سعادة الشيخ سلطان بن عبد الشيخ سلطان بن سحيم اتصل على عياله وطلب مني يكلم عياله الصغار بحكم إني أنا كنت مشرفة عليهم ولصيغة بهم كثير، والعيال كلهم بيعرفوني وبيحبوني كثير، وانا اديت ورحت بيت الشيخ واديت التليفون للشيخه عايشه بنته اتكلمت معاه، حتى كل هذه مكالمات بتكون مسجله، اتكلمت مع والدتها وفرحانه بالمكالمه وتبكي، والشيخ محمد يتكلم مع والدتهم لو هذا جرمي انا يعني حملوني بيه ورحلوني انا اتشرف بيه، اتشرف بهذا الجرم لو هذا جرمي انه الشيخ يكلم عياله. لو في جريمه في التاريخ وفي الإنسانية وفي الدين الإسلامي أب يكلم عياله ومشتغله ومعاوز يكلمه، أنا أتحمل هذا الجرم. طبعا كمية الرجال اللي جوه والطريقة بقول لي اركبي بيسيئوا فيا، اركبي يا خايسة وكدي وهيك يعني وعبارات وهذه، وبقول له انت عارفة ايش سويت، قلت انا ما سويت شيء انت رويني اركبي اركبي. حملوني تخيل انا امرأة ومسلمة يرفعوني رجال في سيارة يعني ما عافي حقي، وقسما بالله ما عافي حقي. أنا عمري يعني ما في رجل يعني الدين حتى الإسلام بيقول المصافحة الرجل للمرأة حرام، كيف هم جازوا لنفسهم بهذه الطريقة يعني بعنف وقوة من غير إسلام؟ حتى أنا حسبت وقسما بالله أنا في يعني بجد خلاص، أنا تخيل لي أني أنا ما موجودة في قطر في دولة يعني إرهاب يعني كلهم يعني الطريقة الكلام السب اللي كانوا بيقولوه، وحملوني على السيارة وأنا ما أعرف حتى الجهة اللي مخدني فيها، وفي السيارة يتكلموا معايا ويسبوا فيا وهيك، وبعبايتي والشبشب مال الحمام، ولا معاي جوالي ولا معاي ملابسي ولا سمحوا لي ولا شيء ما حملته معايا. وأما حتى جابوني المطار هم هددوني في السيارة بيقول لي لو اتكلمتي لو عملت شيء في المطار ولا أي شيء احنا هنختالك. ايش اسوي انا امراه ضعيفه لا حول لي ولا قوه، بمن استنجد يعني؟ الشيخ اللي كنت انا عند تحت حمايته هو ما موجود، لمين اشتكي انا؟ بس اشتكي لله رب العالمين، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. الكل خايف، حتى بعد الطريقه اللي اخذوني بها انا والضرب والطريقه اللي في المطار، وانا حتى في المطار ما جابوني يعني بانسانيه، انا في المطار خطوني في حراسة المطار، أنا ما أعرف ليش أخذوا بصمة عيني بياتوا حق. أنا بسأل حكومة قطر ودولة قطر هي دولة مسلمة منصفة بتقول في حريات، إنها هي يعني بتنفي إنها غير داعمة للإرهاب، إن بياتوا حق. أنا سحر إيش التهمة؟ أنا مستعدة ايش التهمة اللي موجهة لي أنا؟ الكل صار خايف، لأنه شنو بيقوا في أشخاص يفتقدوا يعني على حسب علمي في مغاربة مختفين. أنا حتى عندي يعني قريبتي
سودانية أنا فقدت الاتصال بيها.